شاركت عدة محافظات مصرية في ماراثون الدراجات الذي أقيم ضمن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. حمل المشاركون أعلام مصر والإمارات في ظل تواجد أمني وتسيير لحركة المرور. في إطار الاحتفالات بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، نظمت الكشافة الجوية المصرية عدة فعاليات في مختلف أنحاء الجمهورية بحضور عدد من المسؤولين من البلدين. التعاون المشترك بيننا وبين كل الدول العربية حاجة جميلة، يعني احنا عندنا المنظمات الكشفية العربية دي أحد المنظمات الكشفية العالمية اللي بتؤثر على الحركة الكشفية في الوطن العربي كلها. تضمنت الاحتفالات انطلاق ماراثون دراجات من مختلف المحافظات، حيث حمل المشارك تكون أعلام مصر والإمارات في ظل تواجد أمني لتأمين خط سير الماراثون وتسيير الحركة المرورية. الماراثون النهاردة ماراثون دراجات هوائية وسكيت بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات الإماراتية المصرية. تحتفل بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات الشقيقة، ونظرا لهذا الارتباط بين الشعبين الحقيقة كنا حريصين هنا في محافظة بورسعيد ان احنا نبتدي نقطه الانطلاق من نقطه تاريخيه على ضفاف نقطه الالتقاء ما بين البحر الابيض المتوسط وقناه السويس. بنهني الشعب الاماراتي وبنشكر على التعاون مع الشعب المصري، وطبعا مصر والامارات شعب واحد، وان شاء الله تستمر العلاقه على طول. ودي مشاركه محافظه مطروح ومديريه الشباب والرياضه في الاحتفال بالعلاقه المصريه الاماراتيه لمده 50 عام. الاحتفالات تاتي تعبيرا عن وجود امتداد شعبي أخوية وعلاقات وطيدة على مر التاريخ، إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادات البلدين. احنا باسم شباب محافظة كفر الشيخ وشباب مصر بنقدم كل التحية والحب لشباب الإمارات العظيم والشعب الإمارات اللي بتربطنا معاه علاقة ود كبيرة جدا. مصر طبعا بتستضيف مؤتمر المناخ COP27 في الشهر القادم، وهم بيتسلموه مننا السنة القادمة إن شاء الله. فكل العلاقات الإماراتية المصرية هي علاقات ود واحترام. النهارده اليوم كان كل الناس ملتزمين بيه، سواء في التنظيم من التيم معانا او بمساعده برضو المديريه ومساعده الناس اللي كانت مشاركه من مديريات مختلفه. مصر والامارات قلب واحد، شعار رفعته الاحتفالات بين البلدين بمناسبه مرور 50 عاما على تاسيس العلاقات المصريه الاماراتيه، بما يؤكد على قوه الروابط بين البلدين الشقيقين.